تمثل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مجددا أمام المحكمة بتهمتي الفرار من سجن وادي النطرون ومسؤوليته عن اقتحام سجون مصرية خلال ثورة يناير عام 2011. قد اتهمت النيابة العامة مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين ونحو 70 من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، اتهمتهم بتهم عدة أهمها إحداث حالة من الفوضى بهدف إسقاط الدولة المصرية، ويحاكم 22 منهم حضوريا فيما يحاكم الباقون غيابيا. المتهمون من 77 حتى 21 بعد 100 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من 1 حتى 76 بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذاً لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل حرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية